للحديث أكثر عن تفشي وباء كورونا في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف الطبيب الاختصاص الدكتور عمر الراوي. دكتور عمر، بداية مرحبا بك. وزارة الصحة في العراق أكدت تسجيل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. كيف تفسر ارتفاع حصيلة الإصابات بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الوباء هو وباء الكورونا، واللي هو جزء يعني من نوع من الفيروسات، له قابلية التحور. هذا التحور دائما بالنسبة إلى البشر نحو الأفضل، يعني يضعف ولا يقوى. ولكن ما حدث أنه ظهرت سلالة جديدة من نوع هذه الكورونا، صفتها أنه أضعف، هي أضعف على التأثير على الإنسان، ولكن ظهرت معها قابلية الانتشار الأسرع. يعني في الحالة الاعتيادية وجدوا أنه الإنسان إذا ابتعد عن المصاب مترة ونص فلن ينتقل إليه المرض. أما في هذه السلالة الجديدة فإن المسافة مترتين إلى مترتين وعشرين سنتيم وجدوا أن المرض ينتقل. يعني هذا أما بسبب قابلية هذا الفيروس لاختراق الجسم بحبات أصغر، يعني رذاذ أصغر، أو أنه له قابلية البقاء مدة أطول في الهواء، لأنه هو يموت. هو إذا يبقى بعد مسافة 3 أمتار نرى أنه سيتساقط على الأرض ويموت وينتهي. لهذا السبب هو الخطورة لهذا الانتشار هو سرعته وليست قوته. يعني المرض إن شاء الله سيكون أضعف تأثيره على البشر، أما سرعة انتشار أكبر. وتعرفون أنه إمكانيات البشر عندما تكون عدد المرضى 1000 يستطيع مثلا أن يقابلهم بجهد مناسب، أما عندما يكونون 10,000 سوف يفشل الكادر الصحي أو قابليات البلد أو القابلية البشرية للسيطرة على الأمراض، سوف تقل مما يؤدي إلى انتشار أسرع. طيب، في ظل يعني بعد ظهور السلالة البريطانية الجديدة التي تحدثتم عنها دكتور، وزارة الصحة الحالية ترجح فرض حظر شامل للتجول في حال ارتفاع الإصابات أو عدد الإصابات يعني بالآلاف وأكثر. برأيكم هل يتجه العراق نحو الإغلاق؟ كيف تقيم الإجراءات الحكومية في ضوء هذه الظروف؟ أنا اطلعت بالتفصيل على الإجراءات المتخذة الحديثة التي نشرت في الإعلام. هذه فيها طبعا مثل ما قالوا المواطنين في الشارع، فيها ضعف في الصياغة وفي التقدير. يعني ممكن أن نجعل التباعد بدل متر ونص مترتين ونص. يعني في المساجد لماذا تغلق المساجد؟ ممكن أن يكون في المساجد المسافة بدل متر ونص مترتين ونص ويصلون. كل دول العالم ماشي على هذا الطريق، في أشد في بريطانيا، في أوروبا، في تركيا، في الدول العربية جعلوا المسافة مترتين وعشرين سنتيم حتى تقلل الانتشار. بينما نرى مثل ما قالوا أن هناك مناطق فيها ازدحام كثير، انزل إلى الشارع ترى لا يوجد أي تباعد في بعض المكانات التي يجتمع بها الناس، المقاهي التي هي غير مراقبة، المكانات ذكرت مكانات كثيرة يجتمع بها الناس سيئة جدا اجتماعيا، ومع هذا الناس لم يأخذوا الاحتياطات. طبعا كثيرين يقولون ما أصبنا بالمرض، يعني احنا ذهبنا إلى هذه المناطق وما أصبنا بالمرض. هذا ليس علة حقيقية وليس تفسير حقيقي لواقع المرض، لأنه إذا أصبت بالمرض سوف لن تقول هذا الكلام بعد ذلك. نحن نأخذ الحذر من الإصابة بالمرض للشخص الذي لا يدري الأوان متى يصاب. دكتور، هل فات الأوان؟ يعني خلية الأزمة في النجف قررت إغلاق كافة المزارات الدينية حتى إشعار آخر، في حين أعلن الوقف السني إغلاق الجوامع التابعة له بسبب تفشي الفيروس. هل ترى أن هذه القرارات دكتور جاءت في وقت متأخر؟ الحقيقة الإغلاق الكامل هو خطأ. يعني هو ليست الفكرة الإغلاق الكامل، الفكرة هو التباعد الاجتماعي. يجوز في المزارات لا يمكن التباعد، أما في الصلاة ممكن التباعد،
ممكن أن ندخل بمسافات نلبس الكمامات ونصلي، أما أن يكون متأخر فلا أعتقد أنه الأمر متأخر في العراق، لأنه الإجراءات أكثر بكثير من حاجة منع انتشار المرض، بس لا يطبقها أحد. يعني المستوى مع كل الأسف المستوى تطبيق القرارات يكاد أن يكون يعني لا شيء. يعني طيب. هم يعطون القرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة يعني تحسب المضاعف في الأمر، ولكن النتائج سلبية على المجتمع، ولكن لا أحد يطبق عليه القرارات. البعض يعني يقول أنه ليس فقط هذه الإجراءات يعني ينتقدها، وإنما أيضا يقول بأن المواطن العراقي لا يتقيد بالضوابط، يعني ربما اقتراب العراق من الوصول إلى مناعة القطيع أمر وارد، ولكن السير بهذه النظرية له عواقب بحسب رأي الكثير. كيف تنظر إلى موضوع عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية؟ أنا في اعتقادي أنه المجتمع عندنا في العراق ضعيف التقيد بكل شيء يوجه له. هذه قد يقول شخص أن هذا يعني توجيه تهمة للمجتمع ككل، أنا لا أقصد بهذا الشيء، ولكن في طبيعة البلد، في طبيعة العراقيين، أنهم لا يثقون بقرارات الدولة، دائما يعتقدون أن هناك إلا وراء هذا القرارات، ومما يجعلهم لا يطيعون القرارات بصورة عامة. يعني نرى أنه يطلب منهم التباعد، قالوا لا، هذا لهم غرض بذلك، وهناك أغراض، يعني الأغراض السياسية أو الأهداف الأخرى موجودة حقيقة، وجودها بكمية قليلة جعل المجتمع لا يثق بهذه القرارات وبدأ يتمرد عليها، وكانت النتيجة أنه انتشر المرض بسرعة. وأنا أقول بقوة أنه لم نصل إلى درجة مناعة القطيع، لأنه هذا سيسحق عدد كبير من العراقيين، سوف يذهب مليون ضحية وفاة بهذا المرض حتى نصل إلى هذه المستوى من مناعة القطيع. أنا أدعو الحكومة العراقية بقوة التوجه نحو اللقاح وشرائه وبأي طريقة كانت. لماذا العراق هذا البلد الغني ليس لديه، لم يصله اللقاح؟ أفقر بلاد العالم اشترت اللقاحات وطبقتها في المجتمع، لماذا لم تصل في العراق؟ شكرا لك دكتور عمر الراوي الاختصاص، نشكرك شكرا جزيلا.